شريف ده عايز ايه دلوقتي ده؟ الو علولي هاو ار يو مان؟ اهلا يا شريف. اهلا يا حبيبي. انت فينك يا علوة؟ محدش شافك يعني من يوم الماتش، كنا عايزين نحتفل سوا. من يوم الماتش؟ هو انت ما تعرفش حصل ايه بعد الماتش؟ لا عرفت، ما انا عشان كده بتصل اطمن عليك. بقول لك ايه، ما تيجي تقعد معايا بدل ما انت قاعد فوق لوحدك وانا قاعد هنا لوحدي، وانت عارف ان مانالوتا سابتني، فبدل ما انت قاعد لوحدك وانا قاعد لوحدي ما تيجي تقعد معايا عشان انا ما بحبش اقعد لوحدي. يخرب بيت رغي اهلك، لا انا عايز اقعد لوحدي. إيه طب علوة، بقول لك ايه، انت هتتعشى ايه؟ هتعشى سمكة سنجاري ورز صيادية. ويت، مش رز الصيادية ده اللي هو بيبقى ببصل وبيتحط عليه لون احمر رد كده يعني؟ تقريبا. ليه؟ طب اصل انا قلت نحط عشاي على عشاك، وبدل ما انت تتعشى فوق لوحدك وانا اتعشى هنا لوحدي، وانت عارف ان منال سابتني، فبدل ما تتعشى لوحدك وانا اتعشى لوحدي، وانت عارف ان انا ما بحبش اتعشى لوحدي. وانت هتتعشى ايه؟ فول حراتي فانتاستيك. لا مرسي، انا هنام خفيف. جاتك القرف؟ فول حراتي وانا ناقصك